بيناتكم ممكن تعاونوا كاملين نطلعوا وجههم الله يكبر بك مرحبا وليدي الله يرحم الوالدين الله يكبر بك الله يسلمك عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمه الله الناس ديال سكون ديال حي الاناره احد الشباب ساريس احد الشباب ديال المنطقه ديالكم في الزراس انا اللي زايد الانتخابات الجزئيه واللي قدمنا للترشيح ديالك الانتخابات وما الساكنه فكنطلب الساكنه ديال حي الاناره انها تدعم الشباب وتعطي فرصه كذلك للشباب اذا كان كيجي البراني دائما لهذه المنطقه ولهاد الحومه وتينجح ويغبر علينا خمس سنين فهاد ابناء الحومه وهاد ابناء المنطقه ديالكم زي الانتخابات الجزئيه في دائره البرلمان فكنتمنى الساكنه انها تدعمنا فشكرا لكم براني بعيد علينا ما راح خدمنا الجوع من البنات وكشتوا معنا احنا ولا الحومه اللهم احنا انا ما نقرطوا على الحومه وماشي ندخلوا ديما البراني عليه الله يكبر بك الله يكبر بك الله يعطيكم الخير الله يكبر بك الله يحفظك الله يكبر بك الله يكبر بك الله يعطيك الخير شكرا الله يكبر بك السلام عليكم عمر 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 كي داير اخويا عمر وحمزه هو اللي قالت لنا الويكري وكنتينو بالي اخويا قول على الوالد هذاك البالي كنت طافين هنايا عمر الوالد دير اخويا الدالي خويا صافي الدالي انا هو اللي غادي نسقيو هاد الحفار اللي باقيين عليه طا بقاسم راه انا اللي زايد ان شاء الله الانتخابات ان شاء الله حيت يلاه كنتمناو منكم اذا كان البراني ديما تيجي ديال اللهم ولد حومه هادشي اللي غنقول لكم الوالد بسم الله خويا هلا لا تكون ما كانت تسير تكون بنادم اللي بحال المولى ندير روحك يا الوالد السيد هذا شكون ديال حي الإنارة السلام عليكم ورحمة الله معكم خوكم ووجدكم حمزة الراس ابن هذه المنطقة وترعرعت فيها وخدمت فيها فقررت الساكنة أنها تزيد الغمار ديال الانتخابات الجزئية في البرلمان عن حزب ديمقراطيين الجدد رمز البصمة فالساكنة ديال حي الإنارة أنتم مدعوين أنكم تدعموا الشباب إذا كان ديما تيجي شي واحد براني وكيدي الأصوات ديال الحومة فما فيها باس أن ولد الحومة ديالكم كما زيدتونا لهذا الغمار أنكم كذلك تدعمونا
وشكرا جزيلا لكم. الله يرحم الوالدين. 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 ال